بنكمل الحلقة الثالثة في فهم سيكولوجية الأفكار المعيقة في تقدم المجتمع في إطار أبحاث مركز التنوع للدراسات والاستشارات. بنقول إن في أفكار معيقة واستكملنا نبدأ الآن بالعقلية العسكرية بحكم الآن قصة الحديث عن العقلية العسكرية. بنؤكد أولاً إن الوطنية بازغة ومتأصلة في الجيوش العربية تحديداً في الجيش المصري. أنا كمصري بتكلم عن مصر، جيش وطني وحرفي وأعظم الجيوش العربية الموجودة الآن، وبالتالي الحفاظ عليه هدف استراتيجي وهدف قومي، الحفاظ عليه تسليحا وتخطيطا، وايضا الحفاظ عليه من يعني التلوث واسقاط الصوره الذهنيه كجيش حامي للبلد. النقطه الثالثه اللي بنتكلم فيها اليوم في سيكولوجيه القوى العسكريه او العقليه العسكريه، علاقه القوى العسكريه بالمجتمع. القوى العسكريه او الاطار التدريب العسكري بتربى في الكليه العسكريه على ان انه هو يعني حامي الوطنيه والجيش المصري منشئ الدوله المصريه وحامي لها، لكن الحاله عندما ينظر كيف ينظر العسكري او ينظر العقليه العسكريه للمجتمع، العسكري تعود على ان ما يخطط له هو المواجهه في جبهات القتال، فتنسحب هذه الرؤيه فيعتبر المجتمع هو عباره عن جبهات قتال، عندك الجبهه الاسلاميه، عندك الجبهه المدنيه، عندك الجبهه موجود فئه مسيحيه، موجود الان فئه بعض الدول قد تكون موجود طائفه يهوديه. فعندما يتحرك العقل العسكري في اداره الاختلاف الموجود في المجتمع على ان هذه المكونات هي جبهات قتال، اكيد لن يسعى الى تكاملها والى وحدتها، وتعود في القتال شتت العدو، شتت قواته، وامنع تمركز العدو حتى لا يغلبك في المعركه. فاذا عندما يتعاطى المجتمع بعقليه ان المجتمع جبهاته هي جبهات قتال، اكيد امر خطير جدا على المجتمع وايضا خطير جدا على القوات المسلحه وعلى العقليه العسكريه. الامر الاخر هو العقل العسكري مبني على الحذر. استحاله انا كقائد عسكري اتقدم وبسايب خلفي حقل الغام او بعض قوات العدو، فالتعاطي بالعقليه الحذره تجعل ثقه القوات العسكريه والعقليه العسكريه في المجتمع المدني ضعيفه جدا، وبالتالي عندما يكون العقل العسكري هو الحاكم للحاله السياسيه يحصل اضطراب ضخم جدا وقوي ولا يبحر المجتمع ولا يستقر في اتجاه المستقبل. اذا التعاطي مع المجتمع بالحذر امر خطير جدا، اعتبار مكونات المجتمع جبهات قتال امر مضر جدا، الامر الاخير الجيوش العربيه تنظر انها هي هناك علاقه ابويه هي الراعيه والحاميه للمجتمع وللمجتمع والرعيه له. هذه النظره الابويه مفيده جدا عندما يكون طفل وواحد بيحبه يحتاج الى رعايه، لكن اذا ابنك شاب على الطوق واصبح مراهق واصبح له امال، كتر كبته والرعايه الزائده لا تطلقه في اتجاه المغامره، المجتمع فيه طاقات شابه، فيه طاقات كبيره لابد ان تتحرك في هذا الاطار. فاذا احد اشكاليات خروج العقليه العسكريه من اطار الجبهات والسكنات واماكن القتال والنضال ودخولها في مستنقع المشاكل اليوميه والحياه المدنيه بعقليه الحذر والخوف والرعايه، اكيد امر مرهق جدا للمجتمعات وايضا مرهق جدا للقوات في هذا الاطار. نكون كده يعني ختمنا اليوم الحلقه الثالثه، تناولنا في الحلقه الاولى العقليه الصفريه او العقليه التي تعتبر الربح والخاسر، والحلقه الثانيه كنا نتكلم فيها عن ان الجيوش لا تعرف المعارضه، واليوم ختمنا عن نظره العقليه العسكريه الى تكونات وتنوع المجتمع العربي والمصري.